السلام عليكم متتبعيني. في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على واحد الشخص اللي كان كيتسمى بالنبي الهندي. أخرج الذهب من فمه ويتمتع بقدرات خارقة، تنبأ بالمستقبل ولم تعجز موهبته عن شفاء الناس. النبي الهندي الزائف ساتيا ساي بابا عرف عنه أنه لا يحمل أي كراهية تجاه أحد ولا يعذب أي حيوان، وأطلق على نفسه القديس. كان يدعو ساي بابا لتحفيز الفرد نحو البحث عن تحقيق الذات، حيث كانت مهمته لا تتضمن إنشاء دين أو طائفة أو عبادة جديدة. كان يظهر بعض كراماته من شفاء المقعدين أو إهدائهم أمرا يخرج من راحة يده، والأمر الغريب أنه في بعض الأوقات كان يخرج الذهب من فمه. ومن هذا المنطلق أصبح ساي بابا مشهورا بعلاجاته ومعجزاته الشفائية المزعومة وللتجسيد المفترض لمجموعة متنوعة من الأمراض المستعصية. والمفاجأة كانت فيما كشفه هاري سامبث ضابط المخابرات الهندي، والذي أوضح كيفية عمل منظمة ساي بابا قائلا أنه مخادع ولديه العديد من الأشخاص الذين يساعدونه على مستويات مختلفة. وفي المقال الذي تم نشره في الرابع من ديسمبر عام 2000 قالت فيه مجموعة من المؤمنين السابقين والأتباع المخلصين لساتيا ساي بابا أنهم خدعوا وفتنوا به وهو مجرد محتال ومخادع. وهناك اتهامات بالتحرش الجنسي لاحقت ساي بابا، والذي أكد فيها الأمريكي جيف يونغ أحد المقربين من منظمة ساي بابا الواقعة في المنطقة الجنوبية الوسطى من الولايات المتحدة الأمريكية أن ابنه سام قد تعرض للتحرش الجنسي من قبل ساي بابا. وقد انتشرت العديد من الأنشطة التي استغلت فيها المنظمة الأطفال استغلالا جنسيا، والذين تم التحقيق معهم فيها بعد أكدوا أنهم ضحايا. وأطلق على ساي بابا المحتال المخادع، وتوفي ساي بابا في شهر إبريل عام 2011. إلى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الاشتراك واللايك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.